طيب معاك انت رقم استاذ احمد سيف الاسلام محامي عبير فخري، ما رايك او تعليقك على ما جاء في اليوم السابع تعليق البابا شنوده على حبس عبير في كنيسه مرمينا والتي جاء في جريده اليوم السابع يوم الجمعه بتاريخ 15/7؟ والله تقريبا المعلومات اللي بتوصل لقداسه البابا معلومات مغلوطه. يعني قداسه البابا بيعلق يعني بسخريه بما يفيد ان السيده عبير اللي هي اسماء حاليا ما كانتش محبوسه في كنيسه مرمينا. لا تقريبا المعلومات توصل له غلط. ليه؟ السيده عبير حبست في كنيسه في دير درونكا في اسيوط، وبعد كده تم حبستها برضه في المبنى الخادم لكنيسه مرمينا. طبعا الكلام ده اللي بقوله بناء على الاقوال عبير في تحقيقات امام النيابه العسكريه قدام النيابه العامه، انها اعترفت انها اتحبست سواء في كنيسه دير درونكا او في كنيسه مرمينا الى ما قبل اطلاق النار على المتجمعين من المسلمين. هنقول انها كذابه، ماشي، يبقى عبير كذابه. لا هنستند هنا، هو ممكن بس تذكر لنا قداسه البابا قال ايه؟ البابا شنوده قال ايه في قداسه البابا شنوده؟ ردا على سؤال فتاة الطية تدعي عبير 18 عاما تطلب الرهبنة والتي قالت انها حاصلة على مؤهل المتوسط وتقدمت لأحد الأديرة ولكن لم يتم قبول طلبها، قال قداسته مداعبا الفتاة. ده مش بس المشكلة في المؤهل، ده كمان اسمك عبير، فغيري اسمك لا يعتبروك أسيرة عندنا في الكنيسة. وامتلأت قاعة الحضور بالضحكات مع قداسته. ده نص ما جاء في جريدة اليوم السابع. يعني معناه ان قداسة البابا بينفي واقعة حبس ايه اسماء في كنيسة في المبنى الخدمي المجاور والتابع لكنيسة مرمينا. هنقول ان عبير في اعترافها قدام جهاد التحقيق اعترفت بقى انها اتحبست سواء في كنيسه درونكا او في كنيسه مرمينا. هنقول ايه؟ هنقول كذابه. طيب دلوقتي الموضوع ده اتحقق فيه بواسطه في بدايه اجهزه امنيه سواء كانت الشرطه او اجهزه سياديه اخرى. الشرطه ثلاث مستويات اتحرت على الموضوع ده والجهاز السيادي، مش هقول اسماء ولكن هنا تحريات من احد اجهزه الشرطه على الواقعه بيقول فيها: واستكمالا للتحريات بشان الواقعه وما اسفرت عن جهود بخصوص البحث، فقد ورثت معلومات للفريق اكدتها التحريات تفيد ان السيده عبير فخري كانت باحدى بالقرب من كنيسه مرمينا بشارع الشروق. ادي تحريات نهائيه من احد اجهزه الشرطه حول واقعه حبس السيده عبير في المبنى الخدمي التابع للكنيسه والمجاور ليها مباشره. ادي ايه؟ هنقول التحريات دي اقوال مرسله. هنقول اقوال مرسله، لا هنجيب بقى اقوال. اقوال لمستوى برضه من اجهزه الشرطه اعلى امنيا. اقواله بقى قدام جهات التحقيق. بالاضافه شوف كلامه بيقول ايه. لا بخصوص البحث عن المدعوه عبير انها كانت في المنطقه، واخد بالك؟ بالاضافه ان قيادات كنيسه مرمينا كانت بالطبع على علم بمكان تواجد المدعوه عبير، فقاموا بحشد قصده بقى المتجمهرين المسلمين العديد من الافراد امام الكنيسه. ادي اقوال اجهزه امنيه من الشرطه مستوى عالي، مش عايز اقول حتى المنصب ايه، اهو حضرتك اهو، ان ايه الاقوال بتاكد ان قيادات الكنيسه مرمينا عارفه ان كانت محبوسه عندهم. تاني حاجه اقوال برضو الجهاز امني من الشرطه بيقول ايه. التحريات حضرتك يعني في واحدة بس حضرتك، دي حضرتك
المنطقة من المناطق الشعبية، بالإضافة أن التحريات النهائية توصلت أن زوجة المذكور ياسين كانت بالفعل كانت محتجزة بإحدى المساكن المجاورة لكنيسة مرمينة، وأن بعض العناصر المسيحية كانوا على علم بذلك وقاموا بالحشد العديد من المسيحيين. يعني عناصر مسيحية كانت تعلم أن السيدة عبير محبوسة جوه، وبالتالي تجمهر المسلمين هيكشف، فجمعوا المسيحيين عشان يمنعوا اي حد يدخل يطلع السيدة عبير من محبسها. ده اجهزة امنية، هنقول عبير كذابة. حاجة تانية هنفترض يعني بل اجهزة سيادية، وبقول مش من الشرطة، اكدت ان السيدة عبير كانت محبوسة في كنيسة، في المبنى الخدمي في كنيسة مرمين. طب مصلحة مين بقى نكذب؟ طب هل مش هذه الصفحة خلاص قد طويت وأفرج عن عبير وانتهى الموقف ولا؟ يا سيدي الواقع مش عبير، الاتهام مش عبير، ان في التباس. اولا الموضوع ده فيه قضيتين، في قضية رقم 220 حصر امن العليا، دي اللي ايه كانت متهمة فيه، اللي هو حاليا كانت متهمة فيه السيدة عبير، وال 48 متهم اللي هي كانت قدمت محكمة أمن الدولة العليا اللي كان ليها جلسة 3/7 وتأجلت 4/9. القضية دي صرف كانت عبير بالتحقيقات، بداياتها كانت متهمة بإثارة الفتنة الطائفية والإخلال بالنظام العام وكلام صرفت وليس أخلى صبية، صرفت من صحاب أي ليست متهمة. ده بالنسبة للإيه؟ بعيدة يعني تماما عن القضية، خلاص انتهت، لأن واحدة محبوسة هتصير ازاي فتنة طائفية؟ يعني بتعبر أو تعطل ليه على الحاجة التانية؟ أنا معلومات مغلوطة بتجيلي. يعني هل أنت تريد في هذا اللقاء تصحيح الرؤية؟ أنا بطلب من قداسة البابا، يا قداسة البابا، عبير كانت محبوسة في دير دير درونكا، ده حقيقة. عبير كانت احتجزت ساعة في بدرقية بالعباسية علشان تاني إجراءات ارتدادها من مصلحة الأحوال المدنية، هذا حقيقة. ولما تعطل الإجراءات دي المفروض كان هينقلوها بدير في البحر الأحمر، محبوس برضه حبوسوها فيها. تعطل إجراءات إعادة ارتدادها للدين عن الإسلام، وإن مطلوب إجراءات أبوها يعملها في أسيوط، فقالوا نحبسها في كنيسة مرمينة لغاية لما نكمل إجراءات. أحمد هذا الكلام قيل قبل ذلك، فأنا بقول يعني هذه الصفحة طويت ولكن لم تطوى للسبب إن لا زال يعني مش عارف قيادات الكنيسه لغايه الان بترفض بتطلب ان يعني الكلام خلاص ينتهي عن ذلك والصفحه تعليقها طويت. لا لم تطوى، لان دي الموضوع ده في فتاه اخرى انا مقدم بيها بلاغ انها محبوسه في دير في البحر الاحمر، دي يقينا انا متاكد منها، مقدم بلاغ للنائب العام. موضوع حبس المسلمات في منتهى الخطورة، أنا مش عارف قيادات الكنيسة بتبص الموضوع ده بهذه السهولة. هذه الأشياء أشياء تشعل الوطن، فنحن نرجو يعني نرجو الحذر في هذه الأمور. وإذا كان حضرتك عايز تواجه كلمة للبابا شنودة بعدم إثارة أي لا اللي بطلبه من قداسة البابا شنودة، قداسة البابا شنودة لازم الكنيسة تعترف بدايتها أن السيدة وفاء قسطنطين مسلمة ولازالت محبوسة في إحدى الأديرة بالكنيسة. تاني حاجة تعترف أن السيدة كاميليا شحاتة مسلمة ولازالت محبوسة، أي نعم تم خطفها من للأسف من المكان المفروض يتم إشهار فيه إسلامها، عطلوا إجراءات إشهار إسلامها لغاية لما جت أمن الدولة خطفتها وسلمتها للقساوسة، وبالتالي محبوسة دلوقتي في إحدى الأديرة. لازم نعترف ان عبير فخري كانت محبوسه في كنيسه في دير درونكا باسيوط، وان كانت محبوسه في المبنى الخدمي، وبالتالي نتخذ الاجراءات ان احنا نفرج عن المحبوسات في الكنائس. لا لازال في محبوسين، لازم نعترض، ويا الدوله ان تحقق معاك. انا بكلمه على المعلني، حققوا معايا اذا كنت انا كذاب، حققوا معايا اذا كنت انا كذاب، اذا كنت حقيقي تحقق كل من حبس عبير من كاهن كنيسة درونكا لمرمينة يتم التحقيق معاه ويقضى على القانون. الله ازاي يا جماعة، يعني هل هناك مؤسسات دينية خارج القانون المصري؟ وصلت الفكرة استاذ احمد سيف الاسلام محامي العبير، ويبعد سؤال اخر.
نفس واسط ولا اقول هناك.